البلطان يعلن التحدي ويكشف حقيقة تحفيز الفرق لتعطيل الأهلي والأمير فهد بن خالد. يرفض الانجراف خلف التصعيد الإعلامي. دوري زين السعودي يدخل سباق المراهنات والأرقام تصل إلى 10 أضعاف في مواجهة الهلال والنصر. لجنة التخطيط تناقش إعداد الأخضر الأولمبي تحت 22 عاماً ورابطة الأندية المحترفة تعرض جداول مسابقات الموسم المقبل. فارق النقطة يشعل صراعات الصعود والهبوط، وأوضاع القادسية تتفجر فنياً وإدارياً. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفينا معنا في الاستوديو، المعد زميل المعد ومدير تحرير الشؤون الرياضية بصحيفة الشرق الأوسط الأستاذ مساعد عساي. مساك الله أبو أحمد. مساك الله أبو، بس ترى معد عشان توضيح للمشاهدين لحلقة واحدة بس. معد مؤقت. أسعدت أبو أحمد بالتجربة. والله أنا سعيد بالتجربة. وسعيد اليوم اني انا معك ومع اخي وصديقي العزيز ابو اصيل. طبعا الاستاذ احمد صادق دياب ابو اصيل رئيس لجنه الاعلام والاحصاء والاعلام المخضرم والاعلام الشهير وصديق الاعلاميين ابو اصيل، ان شاء الله يسمعنا يا شباب ابو اصيل. اي احسن دحين، احسن دحين. شكرا لك، اهلا تركي، وتحياتي لك وتحياتي للاستاذ مساعد طبعا حبيبنا ورئيسنا. على فكره انا كوني كاتب عندهم وهو رئيسنا. هلا وسهلا فيك. قبل العادة احنا نبدأ بأخبار شوت، لكن اليوم لما يكون عندنا موضوع مهم نحب نتكلم عنه قبل أخبار شوت. الإعلام السعودي الشهير عدنان الدخيل الشاعر والإذاعي اللي عرف دائما ببرامجه الشعرية والأدبية، احنا نذكر موضوعه لما كان تكلمنا عنه في فترة سابقة لما كان يرقد على السرير الأبيض في الشميسي وكان عنده معاناة طبية ومشاكل. الحمد لله الرجل تواجد في ألمانيا من فترة، اليوم كان في بيننا وبين اتصال هاتفي طمنا فيه على صحته، والرجل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني صوته غير وكلامه وطريقة حديثه يختلف يعني بشكل كبير عن آخر مكالمة كانت بيننا. في كثير من التفاؤل تشعر في صوته، في كثير من الفرح. الحمد لله أمور الآن بدأت تتوجه، ما انتهى علاجه تماما لكن أمور الآن في تحسن مستمر. الفترة القادمة في علاجه هي فترة جدا حساسة، هي فترة التأهيل المهمة اللي المفروض فيها يكون خلينا نقول تتويج كل العمل التصحيحي الطبي اللي أجراه في الفترة الماضية، أجرى عدد من العمليات التصحيحية. الآن الفترة الجاية هي الفترة اللي نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليه ويعود كما كان يروح ويجي، لأنه كان طبعا أقعد في لفترة طويلة. يقرأ الجميع السلام والمحبة، يطلب من الجميع الدعاء. قلنا لأنه ضيوفنا اليوم الأستاذ مساعد العسيمي والأستاذ أحمد صادق دياب، وطبعا هو يشوفنا الآن في ميونخ، اللي عارف أنه عند القناة ويتابعنا ونحب نوجه له تحية. أبو أحمد والله يشوف يعني عدنان زميل يعني وأخ، التقينا كثيرا سواء في دبي أو غيرها، يعني الحقيقة اللي حصل له شيء يؤلم، لكن الحمد لله يعني مدام ما نبغى نتكلم عن الأمل عن الألم، مدام أن الأمور الآن متوجهة للخير وبشراك الطيبة. الحقيقة تركي أنه زميلنا عدنان الآن في مراحل إن شاء الله يعني إن شاء الله أنه بتجاوز الآلام ويتجاوز الأخطاء اللي صارت حتى في علاجه السابق، وعفوا على هالكلمة ذي، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه يعود لنا يمشي على رجليه قوي قادر بإذن الله، وهذا أملنا بإذن الله. وحقيقة يعني أنت نقلتنا لغة التفاؤل اللي عليه، وهذه الأهم في العلاج مع الدعاء بإذن الله. بإذن الله بنزفه بس يرجع المطار إن شاء الله، مطار ملك خالد نسوي لزفه وإن شاء الله ماشي على رجليه. قبل ما أخذ تعليق الأستاذ أحمد صادق دياب على حديث الأستاذ عدنان الدخيل، كلنا نعرف أنه الأستاذ عدنان الدخيل من عشاق كاظم الساهر ومن المغرمين جدا بالفنان الكبير العراقي كاظم الساهر. يعني من الرياض إلى ميونخ، كليب إهداء من فريق عمل برنامج كورة لزميلنا وأخونا عدنان الدخيل. Yeah.
طيب قبل ما نروح الأخبار شو أستاذ أحمد، نعطيك فرصة بس تعلق على كلام الأستاذ عدنان الدخيل. الحقيقة يعني كل اللي أقدر أقوله، يعني ما أعتقد في أحد في الوسط الإعلامي أو في وسط الجماهير اللي كانوا تابعوا صوت عدنان وهو يلقي الشعر في عبر الإذاعة وعبر، يعني حقيقة الصوت الرخيم، الرجل الجميل اللي كنت تشعر في كل حرف هو يطلقه كان تحس فيه نغمة وكان تحس فيه روح، كان كأنه يتحدث من روحه فعلا. إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يعود إلينا عافيا متعافيا متشافيا إن شاء الله تعالى. وهذا الرجل حقيقة من الشخصيات الجميلة في الوسط الإعلامي، يعني لا أعتقد أنه حتى في يوم من الأيام رغم أنه إعلامي قدير وشاعر كبير وصوت عظيم ومذيع رائع، لكن لم يبحث في يوم من الأيام أن يكون هو واجهة الإعلام، بل كان دائما يقدم عمله قبل نفسه وقبل ذاته. شفى الله عدنان إن شاء الله وعاده إلينا، يعني إن شاء الله تعالى زي ما قال أخونا أبو أحمد قبل قليل، معافا مشافا ويعني على رجليه إن شاء الله بإذن الله تعالى.